السلام عليكم، نورت شباب. يوم جديد وفيديو جديد. هسه الصبح الساعة بالثمانية ونص، اوكي. وهذن التور طلعتهن، هذن قسم منهن، وهذن همين قسم منهن، وهذن طائرات. ذن زوج، هاي واحد، الثاني الاسبيري. هذني طيارتين بسبعة ونص، ولحد هسه طائرات هسه ثمانية ونص، اوكي. وهذا التار زوافرو خطية وطار. هسه نشوفكم فرخات همينة. اليوم راح نفتح الزواج، ماشي. ذني زواجل والنثي على الباب. طب ما شاء الله، انطلقني انطلاق. راح نطلع ويفر وياهن، نترس طيور هنا حتى نصيد لنا شي. يعني صار لنا هواي ما صايدين. تعال 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 ليك. تعال اطلع برا. وي بارني. روح خليني اشوفكم البقية. بني زواجل اذا يبين من الكاميرا. انطلاق والسرعة جو. هذني ان شاء الله اليوم راح يفقس. هذني هاي الفحل والنثي على البيض. ذني الفرخات ان شاء الله بعد ثلاثة اسابيع يراد لهم. الزبيريات همينة ما ادري ايش بيهن، مخنترات. ذني شوفوا ما ادري ايش بيهن. ذني التور وهاي جنح النسيل، ان شاء الله بعد اسبوع هذا يطير، اوكي. الزبيري والتار نجمات حاليا. هاي التار الزبيري همين، هذا صبخ. هذني زواج النزلن وهذا ويفر زيمهم، ماشي. نقطع ونرجع على ما يجينا فشي جديد على السطح نصور لكم. ابقوا الفيديو. نورتوا شباب، رجعنا وياكم تكمل الفيديو. طبعا الصيد ما كل يوم، بس حبيت افتح المساكي. نعم افتح المساكي اليوم. هاي البرج راح نفتحهم كلهم، اوكي. لان هواي تعليقات يطلبون منا نفتح هاي. شو الباب هيج نفتح المساكي، فتدللون انتو، اوكي. دللون هسه راح نفتحهن ونطلعهن برا، اوكي.
عليه. قصيت طبعا، بس هذا ما مكسوس. لا هذه روح، اوف جوا هذه، هذا نعوف هنا. هيا الى الحرية. يلا يلا انت همين انت همين وياهن وياهن وياهن. وهذا راح اقصه همين هسه وراح نذبه وياهن ونعلمكم شلون يقصون الطير. اكو متابعين جدد جاي يربون طيور وما يعرفون شلون يقصون، وهاي النثي وهاي تقلات تقلتين. اوكي وهاي الصغير خرج بي. هاي وين؟ هذين التور. اوكي وهذني المساكي طلعتهم برا. ما شاء الله. هسه راح نعلمكم طريقة قص جنح الطير. اوكي وهذا ويبر لازم يتعارك كل يوم يدور مشاكل. هسه نعلمكم طريقة قص جنح الطير همينة، وان شاء الله التفاعل قوي كل يومية فيديو. اوكي فالتفاعل اذا نازل ما يصير لك واس حتى تصور. اوكي اوكي هذا هو نتي. طبعا هذني ليش قصناني؟ لان الطيور ما مخرجة هنا، بس هذني الصغار هذا واحد واثنين جوا نخرجهن. اوكي فهذا راح اقص هسه ونعلمكم طريقة قص جنح. طبعا هذا جنحه شوفكم يا بالاول. هو الطير ينلزم جنح ماله هيج، اذا جنحه هيج سبعة مثل سبعة يعني بالمطيار ينطيك فول. اوكي شوفوا جنحه صاير سبعة، مو تفتح هيج لا يتمين اعرف هيج. بعدين ان شاء الله فيديو خاص بالطيور يعني شلون تعرف الزين من مو زين. اوكي بالجنح وبالعين همينة بتدور لون العين. هذا مو تار، هذا صابلي لون عيونه ما شاء الله. يلا خلينا نقصه ونعلمكم الطريقة لقص. طبعا الجنح انا قصه هيج. طبعا شباب قصونه الاول والثاني تبقونه ماشي، وهذين الصغار همينه ما تقصونه هذين الصغار. اوكي هذين الريشات الصغار تقصون الثالث والرابع والخامس السادس تبقونه. اوكي السابع والثامن والتاسع هذا ليش تبقونه هنا؟ حتى يقدر يصعد على الخشب على الدشار، يعني هيج خشب مثلا عشماله هناك فوق يصعد على الخشب، يقدر يصعد على الخشب. اوكي فاذا تقصون هذا الريش ما يقدر يصعد هذا، وهذين الصغار ما تقصونه ينطون يعني ينطي حلا للطير. اوكي
ينطي حلال الطير أذن الصغار. إذا تقصونه يصير مو حلو الطير. شوفوا كاميرا بعدين نجي نخرج به. جديد جاي نخرج به على مود هاي ما يخاف. هذا من يلعب هذا هذا شوفوا هذاك وين راح. نلعبهن شوية هنا شفت شلون يلعب؟ وهذا الصغير عوفه هنا راحته حتى يتعلم ويحفظ المكان. اوكي ان شاء الله فيديوهات اكو بعد هواي للمبتدئين شلون تخرجون الطير. همين تجوعونه. اوكي حتى من تريدون ينزل قبل ينزل. شوفوا نزل وهذا ويفر وذن التور عزلني هنا واحد. اوكي وهذا الصغير الاصفر انخرج بي. كلك حركات لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. ان شاء الله باسر فيديو جديد. شباب شاركوا الفيديو بالجروبات. اوكي شاركوا بالجروبات حتى نستمر وياكم. شكرا للمشاهدة تحياتي لكم.